kind of employer. انا دلوقتي بنام
يبقى لما واحد يكون يشتغل كان يكون فصل صح؟ طيب لما واحد يشتغل انا بفضل ان واحد اصلا واثنين اوريدي معايا ان هو يبقى الثلاث في البدايه بيساوي كام؟ زيرو يبقى المفروض تشربه على الريزستنس صفر يبقى اي وكود ان مش هيفرق اوكي؟ ولو مفيش اي خلاص طيب ده بالنسبه ديت هي الكاسوت 1 طيب الدمايز رقم 2 الفي انا بتاعه بالنسبه للدفرنس بتساوي نيجاتيف في الاس والفي كاسوت بتساوي اي تمام يبقى كده من الرسم اللي قدامي لو انا بصيت على السايكل اقدر اشوف الفترات اللي الفي انا والدمايز رقم 1 اعلى من الفي كاسوت والفي انا والدمايز رقم 2 اعلى في كاسو بس هتلاقي من زاوية دلتا لباي ماينس دلتا دلتا رقم واحد ومن الزاوية باي زي دلتا للزاوية باي ماينس دلتا لباي رقم تمام يبقى تحديدي للزاوية ده لو هو ضل يبقى عرفت الاستقطاب كأنك بتاعته لو هو سيصل عرفت الكنترول ده يمشي اوكي طيب هنبتدي نشتغل بنفس الطريقه انا هبتدي من اول السايكل من اول زيرو لدلتا مفيش ولا درايس شغال افترض ان انا درايس المفروض عندي مثلا اسبرينت يعني بدايه من دلتا اقدر اديك فايرنج باص يبقى انا هكتب سايكل رقم واحد فايرنج باص عام اوكي بدايه من مره هبتدي في الكلام هما السايرستور بيفصل ازاي اي درايس بيفصل ازاي ان الكلام بينزل فايرنج عشان فايرنج اسم اه اكثر
why is that not possible? تمام علشان لو انا ما عملتهاش هي السمات دي بتفرق معايا في الهرمونات اللي موجوده الهرمونات اللي موجوده هتزيد لو انا عملتها اصلا وواي زائد الفا وضربت مثلا الضربه اللي كمان او ناقص ايوه هنا ده سايد اسود سايد اسود بيبتدي من عند الفايلنج يعني وهو دايما بيبتدي من عند الدم مظبوط طيب الخطوه الثانيه ايه بقى؟ ان انا زي ما قلت لك الايكويشن او الاكسبريشن بتاعتك او الويف فورم بتاعتك تقدر منها ان انت تحسب وترسم كل الويف فورم احنا اتفقنا اي ويف فورم دايما اللي انا برسمها ثلاثه كلام اثنين ايه ثلاثه كلام؟ اي اوت اي فايس اي سبورت وي في اوت وي دي اوت ثلاثة كلام واثنين كلام الاولاني الاي اوت انا عايز ارسم الاي ديفايس علشان ايه؟ علشان لو انا حبيت احسب الاي بي اس فاليو دي علشان احسبه ريتنج فالطلب يكون عندي ويف فورم طيب فين الاي ديفايس؟ واحد سيرسل واحد فين اي واحد؟ بص هو ده بس اي واحد ده بس اي يبقى انا حبيت ارسم اي واحد يبقى في الفتره هو الاي او الفتره من الفا لغايه باي ماينس ثيتا وباقي السايكلز يبقى كده الاي ديفايس اي سبلاي انا هجيبه شغل حاجه ثانيه في اوت في اوت انا عندي هنا كام مره في الدايره؟ ثلاث مرات او ثلاث حالات الحاله الاولانيه ان واحد شغال الحاله الثانيه اثنين شغال الحاله الثالثه من واحد مليون لما يكون واحد شغال دي اوت بيساوي واحد هو اللي شغال دي اوت بيساوي يس تمام لما يكون اثنين شغال دي اوت بيساوي نيجاتيف يس يبقى انا هاجي هنا من الفا لغايه باي ماينس دلتا يبقى دي اس ومن باي زائد الفا اثنين باي ماينس دلتا بيساوي نيجاتيف يس طيب الفضة بقى واحد واثنين اوف يساوي ايه؟ ايه؟ ها؟ حد عنده مشكلة غيرها؟ لا يبقى ده دي اوت فاضل ان انا ارسم دي اوت بس دي انا تكاسل اختار سايد ستور رقم واحد اختار سايد ستور رقم واحد طيب برضو عندي ثلاث فترات دي انا تكاسل السايد ستور رقم واحد لما يكون السايد ستور رقم واحد شغال هيساوي كام؟ زيرو صح السايد ستور رقم واحد شغال فدي انا تكاسل بتساوي صفر طيب لما يكون السايد ستور رقم اثنين شغال دي انا بكسر الاستاذ رقم واحد تساوي 2 و 2 دي اس يبقى هتساوي دي انا الاستاذ رقم واحد سبت هي بتساوي دي اس ودي كسر واحد لما يكون الاستاذ رقم واحد شغال الاستاذ رقم واحد شغال بيساوي تمام يبقى دي انا بكسر الاستاذ رقم واحد تساوي 2 دي اس يبقى انا هاجي في الفترة دي هاجي بس وهاجي هاجي بس وهاجي في الفترة من الفا باي 2 باي ماينس دلتا وتقل على 2 بس لما يكون سيرسل الرقم 2 شغال مربوطة بالجملة بالنسبة للرقم نيجاتيف اوكي؟ حد عنده سؤال طيب النقطة اللي بعد كده أو الفترة اللي بعد كده لما يكون السيرسكو رقم 1 و2 أوف يبقى دي أنا بكسر السيرسكو رقم 1 تساوي تاني كده دي أنا بكسر السيرسكو رقم 1 شغال؟ سيرسكو لما شغال لوحده سيرسكو صح؟ يبقى من الفا لباي ماينس لما يكون السيرسكو رقم 2 شغال
Vivian dos Santos tomou uma marca de sapato, então eu me ressalto. Vivian sobre o olho. Vivian sobre o olho. Com Santos tomou uma pincha da visão ali, nem que tem dias, tem dias, sério, sério, dias, nem dias, feio, nem dias, ele, nem dias, não até a área, por exemplo. Todas as duas, ele, se eu sou uma pequena, um pouco, o olho da casa, eu tomou uma marca de E o que é que você precisa de ter? Vias, minus, e cá, e de vias, e E da mesma razão que é. Eu não sabia.
يعني الالفا قبل الجيل ده، فالاثنين لازم الجيل دي لسه تظهر. مظبوط؟ طب لو انا زودت الالفا عن ال 90، لو اديتك الفا اكبر من 90 درجه، الالفا 90 وواي زي الالفا عادي 270، يبقى الجيل ده هيظهر ولا لا؟ هو صح اصلا؟ اسمع انا اسمع؟ لا صح؟ طيب ساعتها في اندرس كوتش بقى يساوي كام؟ اثنين الفرد على الفرد. نعم؟ اثنين الفرد على الفرد. لا اثنين جذر اثنين بيساوي ليه؟ لان كلمه دي اندرس كوتش دي ديزاين فاليو. انا ما بقولكش اوري او محدد اعلى كوتش هيظهر في سبب في لحظه معينه. كلمه دي اندرس كوتش او ماس اندرس كوتش دي ديزاين فاليو. كلمه ديزاين يعني بتتحقق على الوسط ايه الوست كونديشن؟ ان الالف اقل من 90% جذر 2 بي اس هتظهر. انا مش هجيب دايره واعمل عليها ليميتيشن اجيب سايلنت واستعمل فورت معين لالفا اكبر من قيمه معينه، ده كده ما ينفعش. هو لو صغرت الالفا مش فاكر ايه. طيب ده برضه هيرجعنا لنقطه مهمه تاني، وانت بتحسب الاي سايلنت ار بي اس هيساوي كام؟ جذر 30 واحد على 2 باي تجاهل الاي اوت. الاي اوت جذر 2 اي اس ساين ثيتا ماينس الاي على ار سكوير. طيب حدود التجاهل هتبقى ايه؟ ده الديزاين. يبقى دلتا باي ماينس دي ديزاين فاليو. انا بجيب الورست كونديشن. ايه الورست كونديشن؟ ان الالفا واخده 2 اور. تمام؟ انا مش بقول لك احسب الاي اس سايلنت بس، انا بقول لك اعمل له ديزاين. فالديزاين بيحسب له ايه الورست كونديشن؟ تمام؟ نعم؟ احنا كنا بنحطها الفا بس كده عليه، بس دلوقتي ابتديت انا يعني قبل كده الفا وانا بحسب النوت كارد، انا ما بحسبش الوسط كونديشن النوت كارد. ايوه بس هنا الدلتا هنا نعم؟ ايوه هي ديت في الفا بس انا حطيتها بالوسط كونديشن. لا مش
I
طيب خليكم معايا. انا عايز اجيب الاستنتينيوس فور الاسي كومبوننت في السكندري فان رقم واحد. فانا عندي او اس 1 او اس 1 يساوي او اس 1 بي سي زائد او اس 1 بي سي صح؟ و او اس 2 يساوي او اس 2 بي سي زائد او اس 2 بي سي تمام؟ اطرح التوتال فانس كده من بعض. او اس 1 سالب او اس 2 يساوي اي اس 1 دي سي سالب اي اس 2 دي سي. يعني يسالك الاشكالي الكرب الاولاني سالب الاشكالي الكرب الاثنين عند بعض. نعم يبقى الافرج الاثنين عند بعض يبقى شكرا. يبقى هيساوي اي اس 1 دي سي سالب اي اس 2 دي سي. معناها الاكسبشن دي انا لو طرحت التوتال كرب اي اس 1 سالب التوتال كرب اي اس 2 هو نفسه الاي اس 1 دي سي سالب الاي اس 2 دي سي. يعني انا لو حبيت اقسم الاي برايمري ديفينيشن اللي احنا قلنا انها ونفترضها مرتبط جنرال يبقى الاي برايمري شكله هيبقى عامل ازاي لو حبيت اقسمه؟ هيبقى كده
want that second law in the world, right? And Lord, if that other minister, then we can accept that, can I accept? When I say, it's a step again, it's not the end. Why am I going to get to the taxi? Show the head of the school, which was. I'm? Why am I going to get to the taxi rush? Which had a taxi? Are you right? That was you again. Transformer all of my energy. You should be this one. I hate to say this one, but what kind of? I'm going to have to do for that. I don't know, but I look back in second. And we name, we saw David, but did they come in, and then do I have a second? Oh, if he, and if he, you see, I'm going to have a second, that's the good thing. واحد يشتغل انت واثنين يشتغل زي ما قلنا مدام عندك كذا كويس كذا كويس
يبقى في احتماليه ان في ديفايس يشتغل مع بعضه. طيب هنبتدي من الاحتمال الاولاني، ينفع ديفايس يشتغل لوحده؟ واحد ينفع يشتغل لوحده؟ لا. ليه؟ عشان ما فيش مسار مطلق، مش اي كورس بس ينفع يمشي فيه كارت لوحده. يبقى انا الطريقه اللي انا هفكر فيها ان ينفع ديفايس يشتغل لوحده او كذا ديفايس يشتغل مع بعض، ان يبقى في كورس بس للمسار المطلق، وبعد كده اشوف المسار ده ايش هو. طيب لو واحد ما ينفعش، طيب ينفع اثنين ديفايس؟ اه ينفع. انا هبص كل تو ديفايس اللي ينفع او مش ينفع نظريا ممكن يبقى فيه مسار للكهرباء. Yeah.
يمشي هم فيهم هما الاثنين مع بعض. هل ده بيحصل او بيحصل فعلا؟ تمام؟ بس في البراكتيكال كيس ايه؟ الفكره اللي انا كنت بسال فيها النهارده اللي فاتت بسرعه، انا كنت بسال على ايه؟ احنا اتكلمنا على الديفايس رقم واحد والديفايس رقم اثنين. احنا اتفقنا دايما ان اي ديفايس بيكمل شغال ده انا فعلا شغال فيه هو اللي ماسك. واحنا قلنا طيب ازاي واحد يبقى شغال وشايل كام وشرط اثنين يتحقق، مين اللي هيشتغل فيه؟ تمام، واحد ولا اثنين؟ اللي شايل الكارت ولا اللي شرط يتحقق؟ تمام، طب مشكلة الكارت برنسبل اللي احنا اتفقنا عليه من الأول إن الكارت ما نزلش للصفر، عامل إيه؟ تاني الكارت ما كانش نازل للصفر، فطالب واحد الكارت كان ليه قيمة، واثنين عايز يشتغل، صح؟ يعمل ايه؟ يعني الكارت هينزل في الصفر ولا هينزل في الصفر ولا لا؟ ينفع ينزل في الصفر مرة واحدة؟ ماشي، يعني ايه؟ يعني لو تاخد 13 مصريات صح؟ عشان هو واحد ازاي يثبت فيه؟ طيب السؤال ده بس كل اللي جمالي ان انا بعرف ايه، خلي بالك حتى في الكونديشن، الكونديشن بتاع الكارت ينزل الصفر ده الكونديشن ده في حاله واحده بس ان الدايره ما اتغيرتش. وانا كنت بقول ليه ان انا عايز اشوف الكارت امتى هينزل الصفر كدليل ان الدايره ده بقى ريفرس او بقى انا كنت باخد الكارت كانديكيشن ان في ارم بسط الدايره ده او السايلس لسه اكبر من وين 7. فما دام في كارت شغال يبقى الفوق في ان اكبر من وين 7. لكن لو الدايره اتغيرت ده انا مش هعرف الكارت ممكن يبقى بوست او ميجا او ما يعني انا مش هعرف وفي ان لان الدايره نفسها اتغيرت. يبقى الكارت استناه ينزل من الصفر الا لو الدايره اتغيرت. لو ليه الدايره اتغيرت؟ لان في ديفايس تاني اشتغل. تمام؟ حته بقى انه ينزل من الصفر ازاي دي؟ بص بقى. طيب نرجع للدايره تاني. يبقى انا الدايره بتاعتي اه بينزل من الصفر. يعني شرط ان الشرط الشغال التاني يبقى اقوى من شرط الثاني. ايوه هو بيصرف تاني زي ما معظم الناس اللي شغالين على الروتين ان انا عايز على الاقل اختار فيها ان الدايره رقم اثنين او سيرست رقم اثنين هو اوريدي بيصرف التاني لانه بيخليه يعمل كاسه نيجاتيف. طب ازاي ده يتعارض مع المبدا اللي احنا قلناه؟ والمبدا ده ثالث تلك ما دام الدايره ما اتغيرتش. لكن لو الدايره اتغيرت خلاص مالكش دعوه بالشرط ده. الكارت ينزل من الصفر ازاي؟ دي قصه ثانيه. تمام؟ طيب بس هو اوريدي بينزل من الصفر واحنا ايه؟ هنتعامل معاه على قد طيب نرجع للدايره بتاعتنا. الدايره الوسطي تمام احنا اتفقنا ان هي ملهاش غير شكلين يا اما واحد واثنين شغالين مع بعض يا اما ثلاثه واربعه شغالين مع بعض لوحدهم صح؟ واحد واثنين يشتغلوا مع بعض. اعيد رسم الدايره تاني بحيث ان انا احط الدايره ما بين ثلاثه واربعه. فابتدي من السطاي وامشي واحد وارجع للسطاي للجود والنقطه ده في الفاي وارجع في اثنين. يبقى رسم شكل الدايره عامل ازاي؟ طيب لو انا ثلاث نسبة واحد واثنين، طيب لو ثلاثة وأربعة ها؟ ثلاثة يبقى هبتدي في نقطة دي وأرجع على ثلاثة وأرجع على نقطة الواي وأرجع أربعة. طيب رقم واحد
تكون أكبر من في ار، صح؟ مظبوط؟ طيب ضايق رقم اثنين عشان نشتغل من هات ان في دبل باي تكون أكبر من في دي، مظبوط؟ طيب هو ايه العلاقة ما بين في ار وفي دبل اي لو دايرة أخرى أو من سيركت؟ لأن في اي تساوي زي في دبل اي، مظبوط؟ هنجيب في اي وبدل مكانها في دبل اي زي والمعادلة دي نقلبها نيجاتيف في بي أكبر من نيجاتيف في دبل اي، تمام؟ وكده انا مش فاضي لها ماشي مع الحاجتين دول مع بعض كده. يبقى في ايه سالب في دي اكبر من في اللي هي مين في ايه سالب في دي؟ صح. يبقى الشرط علشان واحد واثنين يساوي ايه؟ في اس أكبر من ايوه بعد كده نحط بقى البيتا. ايوه هي دي خطوه ثانيه انا بقى
لو هو زي الدلتا ايه تمام، بكافئ على
افضل استثناء اثبات لكلمه السبب. حد عنده مشكله؟ بس كان كله ايه؟ زي ما تعودنا عليه في كل الجوانب قبل كده. طيب دي انا كنت حاسس ان انا كنت عايز افكر فيها، يعني هي سهله بس خلي بالك ان هي انا تكسر. هي انا تكسر عايزك تخلي بالك وانت بتحسبها ايه فرقها عن دائره الواي فيز، لان ده الواي دلوقتي مش انا دائره الواي فيز صح؟ هتلاقي في خلاف في دائره فوري انكونترول انكونترول فايف بريدج ما بينها وما بين دائره الواي فيز. طيب حد عنده مشكله تانيه؟ طيب لما
اثنين شغالين، واحد من اثنين شغالين، ثلاثة شلطها ايه؟ ثلاثة جهدها جهد القلب بتاعها فيه صح؟ وجهد الكسر بتاعها فيه ايه الحل؟ واحد شغال يبقى انت في بي اعلى من في ايه؟ في بي اعلى من في ايه؟ يعني في بي ماينس في ايه اكبر من الصفر، يعني نيجاتيف بي اس اكبر من الصفر. اللي هي بتحصل امتى؟ عند الضغط شويه زي ده. تمام؟ يبقى اللي انا بدور عليه دلوقتي ان البيتا اقل او اكبر من الضغط، عشان كده انا بسميها البيتا ايه؟ اقل.
فقال لي اه اللي قلت البيتا اكبر من واز اكس فور. فانا قلت لك اصلا عشان يبقى البيتا اكبر من البيتا اكبر من البار. طيب السؤال بقى هنا، هل انا محتاج ان انا احسب البيتا على طول في حاله الديسكونتينوس كده؟ انا محتاج احسب البيتا لان بناء عليه هرسم الكشكول في دي. طيب في حالة الكونتينوس كارنت محتاج ان انا احسب البيتا بالظبط؟ لا. هل هي هتفرق حتى بشكل مع الفولتج؟ لا برضه، لان انا لو رسمت الفولتج لو أكثر من الساعة